السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج كويس جدا لسعادة الملفات اسمه ريكوفا. أول ما بتشغله بيبدأ يقول لك إيه الملفات اللي أنت عايز تعمل لها استعادة، كل الملفات ولا الصور ولا الميوزك ولا الفيديو ولا الملفات المضغوطة. أقول له مثلا عايز الملفات اللي هي الدوكيومنتيشن اللي هي الوورد والإكسل الباوربوينت وهكذا وهكذا. يقول لك الملفات دي موجودة فين؟ فأول اختيار أنا نوت شور هيبدأ يفحص لك كل حاجة. ممكن تقول له ده في الـ الهارد اللي عندي، حصل كل الحاجات الهارد ما عدا الاسطوانات والفلوبي. معرفش لو الجيل الجديد بتاعي ما بيسمعش عن الفلوبي، ده كان اختراع عبقري يعني. تمام. وبعد كده مثلا تقول له انا عايزك تدور لي مثلا في الاف مثلا. اوكي نيكست، وبقول له ستارت دي بي سكان. يفحص اكتر، هو يبدأ بقى يفحص. بحس ان لو في اي ملف ضرب من عندك مثلا وورد اكسل باوربوينت بروجكت تقدر تعمل عليه سيرش، وممكن يكون حظك حلو تلاقي نسخه مثلا بقى لها يوم او يومين فتبدا تشتغل عليه. اقول له كنسل، جاب لي مثلا الملفات دوت. تبدا تعلم على الملفات اللي انت عايزها. تمام. ممكن تقول له عايز كل الملفات، تقول له رتبهم لي حسب اخر تعديل. وسويتش تو ادفانسد مود، بيبدا يقول لي انت عايز انهي بارتيشن. تقدر تغير بارتيشن بقى، تقول اسكان تاني، او تقول له انا مش عايز كل الملفات دي، انا عايز مثلا البي بي تي بس. تمام. هيجيب لك البي بي تي والبي تي بي بي تي اكس. تمام. مثلا الملف دوت. تمام. تيجي عليه وتقول له رايت كليك وتقول له ريكفر، فهو يقول لك مثلا عايز سيف فين، تروح مسافه في الديسكتوب مثلا. تمام. وتقول له اوكي، هو يبدأ يرجعك الملف وانت تبدأ تشتغل عليه.